وصلنا وياكم إلى محور حلقتنا الأول والذي يتناول الحملة الوطنية التي أطلقها دولة رئيس الوزراء والخاصة بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق وبشكل مجاني من خلال توجيه كافة مديريات البطاقة الوطنية بضرورة إنجاز هذه البطاقة وبالسرعة الممكنة خصوصا للفئات الفقيرة والمشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وبتعاون وثيق بين تلك الجهات ومتابعة حثيثة من فريق أطالة أو التواصل الحكومي الذي يشرف على هذه الحملة. عن هذا الموضوع سنتحدث مع ضيف عزيز، لكن نتابع هذا التقرير الذي أعدته هدي الجمال. حملة العراق هويتي، مبادرة أطلقها وأشرف عليها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي التابع لدولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني لإصدار البطاقة الوطنية مجاناً للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، تبدأ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ثم في دوائر أحوال بغداد وجميع المحافظات. هذه الحملة بدأت يعني خلال هذه السنة، ويعني صيغة الحملة إنه أي مواطن لديه إعانة الحماية الاجتماعية بإمكانه مراجعة أي قسم يسحب استمارة معلومات تختم من قبل مدير القسم ويرسل إلى البطاقة الموحدة، فبإمكان إصدار البطاقة الموحدة إلى بنفس اليوم. العملية الإجرائية جدا سهلة، تعتبر هي سحب استمارة قيد من واجهة الحاسبة، تختم من القسم توقيع مدير القسم، وخلال مراجعة المستفيد اللي هي الأيام المحددة له الاثنين والأربعاء والخميس الدوام المسائي، خففت عن المواطنين من ناحية الرسوم، وهذا تعمم في بغداد ونجح 100%، فإحنا قاعد نستقبل الأعداد وبانسيابية عالية جدا. الغاية من هذه الحملة هي دعم لشريحة العوائل الفقيرة المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية واستثنائهم من الحجز الإلكتروني ودفع الرسوم. سهلنا لهم أنه الموحدة هو وعائلته مجاناً يجي راجعنا المواطن المستفيد، نسحب له استمارة مالته مال أفراد أسرته ونختمها نوقعها ونختمها ويراجع للموحدة. المراجعات اثنين وأربعاء وخميس من بعد الظهر، من بعد الثنتين من الظهر يروح مباشرة يكملوها الإجراءات له. احنا عندنا اتفاق مع وزارة الداخلية، مباشرة الأسماء موجودة، قرص يلقى اسمه موجود عندكم بالموحدة، كل ما هنا لك بس يروح هو وعائلته مجانا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، هدي الجمال، العراقية، بغداد. شكرا زميلتنا هدي الجمال. الآن ينضم معنا ضيف عزيز، رئيس اللجنة المشرفة على حملة العراق هويتي، العقيد سيف عبد الكريم، ضيفا عزيزا في صباح الخير يا عراق. أهلا ومرحبا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا بكم، شكرا لك وشكرا لقناة العراقية على استضافتنا هذا اليوم. أهلا ومرحبا. بالبداية خلينا نتحدث عن فكرة حملة العراق هويتي، وأيضا نعرف الفئات المستهدفة في هذه الحملة. بالتأكيد في بداية حديثنا خلينا نعرف من هو الفريق المسؤول عن حملة العراق هويتي وكيفية إطلاق هذه الحملة. بالتأكيد الحملة أطلقها فريق التواصل الإلكتروني المحترم برئاسة الأستاذ عمار منعم، صار أكو مقترح بمتابعة العوائل اللي ذات الدخل المحدود وبالتحديد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، فصارت أكو دراسة لهذا الموضوع، وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء المحترم صار ثناء على هذه الفكرة وتم إطلاق مبادرة العراق هويتي.
هذه المبادرة تستهدف جميع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. نعم. الغاية منها هي إصدار البطاقة الموحدة مجاناً وباستثناء من الحجز الإلكتروني. نعم. نعم. هذا اليوم لما نسولف إنه نقود حملة شيء جميل. بالتأكيد. إنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر القنوات، عبر الوسائل الإعلامية. اليوم شلون نقدر نوصلها للمواطن البسيط اللي باعتبار إحنا مستهدفين ذوي الدخل المحدود اللي نوعاً ما أغلبهم ما مركزين بموضوعة الإعلام وغيرها. مواقع هذا لما يروح يراجع وما يعرف بالحملة. نعم. ويسألوه عن أنه من يعني من اللي منضمين تحت رعاية شبكة الحماية الاجتماعية، يعني يسألوه داخل المراكز لما يقولهم كذا يستثنى من هذه الإجراءات. إحنا فريق التواصل الإلكتروني هو معني بدراسة هذه الحالات. نعم. وأطلق أكثر من حملة للمشمولين في أطراف بغداد وأطراف المحافظات الجنوبية والشمالية والغربية. نعم. خلينا في الحسبان أنه أغلب هذه العوائل مثلاً ما يستخدم الإنترنت. نعم. أو ما يعرف مواقع التواصل. بالضبط، هذا سؤال. نعم. نعم. ما يعرف مواقع التواصل الاجتماعي. فصارت أكو أكثر من آلية. إحنا أكو تنسيق مع وزارة العمل ووزارة الداخلية. وزارة العمل معنية بالقوائم والدادات الداتا المعنية بالمشمولين، بالتالي أكو أرقام هواتف مثبتة لدى وزارة العمل. فريق التواصل وبجهد فريق التواصل تم الاتصال بأغلب المشمولين في بداية الحملة في بغداد. تم توجيههم. نعم. أنه جنابك أنت مشمول، إحنا فريق التواصل توجه إلى دائرة الرعاية الاجتماعية ضمن منطقتك، أكو لجان فرعية ضمن كل المناطق. نعم. تابعة لهيئة الرعاية الاجتماعية. اتصلنا بهذا المواطن قلنا له توجه لغرض سحب الاستمارة. هذه الاستمارة اللي هي مثبت بها تفاصيل المشمول بالإعانة ومكتوب بها مستمر، ومرفقها يكون قائمة الأسماء للعائلة المشمولة، يعني هو رب الأسرة والعائلة المشمولة بإصدار البطاقة. يراجع الدائرة الفرعية يزودوا بهاي الاستمارة مجانا. نعم. مطبوعة وكاملة ومجانا. يراجع بها دائرة الأحوال الخاصة به. إضافة لهذا صار إعلان كذلك من وزارة العمل ضمن مواقعهم الرسمية ومن خلال نشر البوسترات ضمن المناطق اللي خاصة بالاستهداف. نعم. وكذلك فريق التواصل ضمن صفحاته تم نشر أنه بغداد بدأت الحملة بتاريخ 10/3، نستقبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، وعلى هذا الأساس تم انتشار التوعية الإعلامية بخصوص استقطاب المشمولين. هو اليوم لما نقول مشمولين، هم مشمولين بشنو؟ شنو المميزات اللي راح يحصلون عليها على غيرهم أو أقرانهم الباقين؟ شنو المميزات اللي راح يحصلون عليها؟ المشمول هو الذي يتقاضى راتب الحماية الاجتماعية. شنو يعني مستثنى من شنو؟ مستثنى من دفع الرسوم. نعم. إلى والعائلة جميعاً. نعم. وكذلك مستثنى من الحجز الإلكتروني. طيب. يعني ما يحتاج يقدم حجز. تدري اليوم المواطن من يروح يراجع مكاتب الإنترنت لغرض الحجز. نعم. هذا المواطن اللي مشمول شبكة الحماية يروح مباشرة يعني للمركز. قللنا عليه عناء المراجعة والمتابعة وكذلك مبالغ سحب الاستمارة. طيب. جميل. اليوم احنا بنتحدث عن هذا الموضوع، ذكرت انه حيكون اكو اتصال بهم. تعرف اليوم اكو كبار السن. نعم. اكو حالات مرضى. اليوم انتم شلون تقدمون يعني مساعده انسانيه لهم من غير هو ما يحضر لهذا المكان؟ يعني مثلا مختار كل منطقه، يعني اليوم ما نقدر نعرف من خلال وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه كل العوائل اللي تكون بها مريض او كبير بالسن، اكو مختار مثلا كل منطقه او قاطع يحدد هذا الموضوع؟ لا، هذا صار اكو يعني بتوجيه ورعايه السيد معالي وزير الداخليه المحترم. نعم. وتوجيهه لكل دوائر الأحوال وبإشراف السيد مدير عام الأحوال اللواء نشرة المحترم. نعم. أكو عندنا حقائب محمولة. هذه بمثابة دائرة محطة إصدار بطاقة. نعم. هاي المحطة تخرج إلى دار المستفيد. شلون إحنا يصير عندنا خبر أنه في هذه المنطقة يوجد شخص مشمول بالرعاية ويصعب حضوره إلى هذه الدائرة؟ عند أفراد أسرة يراجعنا أحد أفراد أسرته. نعم. يخبرنا أو يكون مثبت لدى وزارة العمل. نعم. مثبت عندهم أنه هذا الشخص مقعد. مشمول بالرعاية أو كبير بالسن. أو كبير بالسن. نعم. يصعب حضوره. وصارت عندنا لحد الآن يعني فقط حالتين طلعنا لهم بالحقيبة المحمولة. نعم. اليوم هي هاي الحملات كلها حملات تشجيعية يعني بالآخر يعني قبول المواطن بشكل عام على تجديد البطاقة الوطنية، وهذا التحديث المستمر باعتبار مواكبة التكنولوجيا ومواكبة التغييرات. اليوم بشكل عام وبشكل خاص عن اللي مشمولين بالحملة الوطنية وغير المشمولين، إقبال المواطنين على مراجعة هذه المراكز لتجديد البطاقة الوطنية، خصوصا أنه كثير من القرارات صدرت أنه بعد الجنسية السابقة بعد ما تمشي بالمعاملات والمراجعات. اليوم الإقبال بشكل عام، التسهيلات للمواطنين بشكل عام،
وللمشمولين بالحمل الوطني. أنت مثل ما تعرف وأنت كذلك مواطن وراجعت قبل البرنامج تحدثنا أنه أنت جنابك راجعت دارة البطاقة في ذي قار وتم إصدار البطاقة لك بسهولة ضمن إحدى أقضية محافظة ذي قار. أكيد أخي العزيز، أكو آلية مستخدمة في وزارة الداخلية باستقبال المواطنين وهي الحجز الإلكتروني. اليوم مثلا دائرة أحوال الصدر تستوعب لها 400 مواطن، يكون هذا الحجز الإلكتروني بعدد الاستيعاب، بالتالي يجي المواطن يكمل معاملته ويطلع بنفس اليوم. نعم. ماكو معاملة تتحول إلى اليوم اللي بعده، بالتالي أكو توجيه أنه الدائرة تغلق أبوابها لآخر مواطن مراجع. نعم. هذا اللي يصير كذلك مع المشمولين بشبكة الحماية. اليوم إحنا عندنا ضمن شبكة حملة العراق هويتي أكو إنجاز كبير لضباط الأحوال في دائرة أحوال الصدر، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الكرخ العظمية، تشهد إقبال كبير من المواطنين المشمولين بالرعاية وغيرهم. نعم. وأكو إنجاز لهذه المعاملات. عندنا نسب؟ نسبة طبعاً بالتأكيد. نعم. إحنا مثلاً في بغداد أنجزنا 10,000 معاملة، 10,000 بطاقة للمشمولين بشبكة الحماية فقط. هاي من انطلاق الحملة. انطلاق الحملة يوم 10/3 كان. وهذا العدد بتزايد مستمر. يعني إحنا الإجمالي اللي وصلنا له بغداد والمحافظات 20,000. يعني عندنا في نينوى فعلا. نعم. في نينوى انت تدري الحمله بالمحافظه انطلقت يوم 6/5. نعم. بدات في الانبار. نعم. ومن ثم انتقلنا الى باقي المحافظات. عندنا في نينوى يستقبل مدير الاحوال في نينوى 1000 بطاقه للمشمولين بشبكه الحمايه، 250 ضمن الجانب الايمن. نعم. 250 ضمن الجانب الايسر. و500 ضمن دوائر البطاقه الموزعه ضمن المحافظه. طيب اليوم المواطن يقول لك انا بروح البطاقه الموحده انتظر شهر او شهرين اكو سرعه مثلا، او ادخل مثل ما ذكرت ياخذ يحجز مثلا. نعم. اليوم هذه الحاله ايضا حتكون معاهم لو تكون لا بنفس اليوم اصدار البطاقه المشمول بالحمايه؟ بالحمايه. وهل توجد بطاقات تكفي لكل الحمايه الاجتماعيه؟ تكفي للحمايه ولباقي المواطنين. نعم. نفس اليوم لو شهر او شهرين المشمول بشبكه الحمايه. نعم. مستثنى من الحجز. ياخذ الاستماره من فقط الحمايه. فقط الحماية مستثنى من الحجز ياخذ استماره. والمواطن العادي المواطن يخضع للحجز الإلكتروني. نعم. احنا انطينا اليوم دولة رئيس الوزراء مهتم بهذه الشريحة. لان مثل ما قلتي انت هذه شريحة كبار سن. نعم. ناس متعبين. أكيد. ناس بحاجة الى العناية والحماية، فبالتالي ليش سموه شبكة الحماية؟ عوائل متعففة. عوائل متعففة بحاجة الى حماية ورعاية. اليوم الدولة تنظر الى هؤلاء بدرجة من الأهمية. نعم. فبالتالي احنا ميزناهم حتى يكون مكانهم يليق بهم، مكان مريح، استقبالهم ضمن خانات خاصة بهم. اليوم من يتراجع أو شبكة الحماية ضمن دوائر البطاقة، يعني نشكر الإخوان في هذه الدوائر خصصوا كابينات خاصة فقط لجماعة الحماية. هذا تشمل بغداد والمحافظات؟ بغداد والمحافظات. خلينا بالحسبان أنه أغلبهم هم كبار سن. أغلبهم هم متعبين. نعم. إحنا بالتالي يعني صار اتفاق مع وزارة العمل وشبكة الحماية مع الأستاذ أحمد الموسوي رئيس الهيئة. نعم. أنه بالإمكان إذا عندهم أعداد يصعب حضورهم من منازلهم أكو باصات خاصة عن طريق فريق التواصل ننقلهم من دورهم إلى دوائر الأحوال. نعم. لأهمية الحالة. نعم. أكيد عقيد سيف عبد الكريم باقي أنا. نعم. حديث أكثر عن هذا. ننتقل للأنبار باعتبار المحافظة الأولى بعد بغداد يمكن طلقت بها الحملة. نعم. نعم. إن شاءت هذا التقرير من الأنبار عن هذه الحملة وعن ما قدمه من مميزات لكل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والاستثناءات المقدمة من وزارة الداخلية لإصدار البطاقة الوطنية. فلنتابع. انطلاق حملة العراق هويتي لإصدار البطاقة الوطنية مجانا للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار. الحملة انطلقت في جميع المحافظات. هذه الحملة تشمل شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة الرعاية الاجتماعية. طبعا كل المشتركين في الرعاية الاجتماعية عليهم مراجعة أقسام الرعاية الاجتماعية في كل أقضية المحافظة، وبعد سحب استمارة إلكترونية من أقسام الرعاية الاجتماعية، وبعدها مراجعة الدوائر البطاقة الوطنية المنتشرة في محافظة الأنبار لغرض إكمال البطاقة الوطنية. انطلقنا أول محافظة من ضمن المحافظات محافظة الأنبار إصدار البطاقة الموحدة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. راح يكون الانطلاق لكل محافظات العراق بإصدار البطاقة الموحدة مجانا ومن دون الحجز الإلكتروني لكل المشمولين بشبكة الحماية. حملة العراق هويتي تستهدف إصدار البطاقة الوطنية الموحدة مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. سهلونا أمورها كلش، يعني لقينا استقبال حلو مجانا،
يعني ما شفت اي صعوبه لحد الان، ما شاء الله كلهم يمشون وياي. اليوم راجعنا على مود البطاقه الوطنيه، الحمد لله يعني اجراءات سهله وتعاونوا ويانا وما دفعت اي رسوم، يعني اي رسوم ما دفعت الحمد لله، يعني اجراءاتهم سهله وجزاهم الله خير. وتم توجيه دعوه للمشمولين في المحافظات الى مراجعه اقسام الحمايه الاجتماعيه بعد الانطلاق وجلب الاستماره الالكترونيه مع المستمسكات عند مراجعة دوائر الأحوال في محافظاتهم. لبرنامج صباح الخير يا عراق، محمد الأتروشي، الأنبار. مشاهدي الأحبة، هذه عودة من جديد مع ضيفنا العقيد سيف عبد الكريم، واليوم كنا نتحدث في هذه التفاصيل حتى المواطن يعرف ويتأكد، لكن هنا من نتحدث على الخصوصية للرعاية الاجتماعية. المواطن يقول لك ليش أنا همين أكل عوائل متعففة، بس هو يقدم على الرعاية الاجتماعية مثلا ينتظر اسمه ما يطلع. فاليوم احنا نقدر أيضا نسوي تسهيلات للمواطنين مثلا، نعم، على الحجز ينتظر شهر أو شهرين يعني تكون أقل. احنا هذا سؤال مهم. نعم، أنا بداية الحديث قلت لك إنه فريق التواصل معني، حتى المواطن يعرف بالتأكيد يعني. فريق التواصل معني مهمته الأساسية هو استقبال المناشدات والشكاوى المهمة، وبالتالي تعرض أمام أنظار دولة رئيس الوزراء المحترم. وكذلك إضافة إلى هذا الواجب هو معني بنشر مبادرات إنسانية في جميع المحافظات. قبل مبادرة العراق هويتي كانت أكو مبادرة بين أهلنا، هذه حاليا موجودة في كل المحافظات. هذه معنية بالسؤال اللي انت سألتيه جنابك، تحدد العوائل المحتاجة، العوائل المتعففة تودي لهم مساعدات. طبعا هذه الحملة مشتركة بها كل وزارات الدولة، نعم، بالإضافة إلى الهلال الأحمر العراقي. وتحدد لنا، تقول ترى في هذه المكان أكو عائلة بحاجة إلى إصدار البطاقة الموحدة، بالتالي إحنا نسعف طلبهم من خلال فريق التواصل. نعم، اليوم نتحدث عن أكيد بكل أعمالنا داخل العراق كل جهات ساندة لهذه المواضيع لهذه المشاريع. نعم، صار تفاوت بالزمن ما بين إطلاق الحملة داخل العراق وإطلاقها بالمحافظات، وبلشت من الأنبار ثم انتقلت إلى باقي المحافظات. اليوم إذا كانت هناك جهات ساندة، ما هو دورها وتعاونكم وياها وكيف يتم التنسيق؟ بالتأكيد اليوم الدائرة الساندة أو الوزارة اللي ساندة لحملة العراق هويتي بالمرتبة الأولى هي وزارة الداخلية. وزارة الداخلية، نعم، وزارة الداخلية اللي هي هيئة كل دوائر البطاقة الموحدة، نعم، لاستقبال المشمولين بشبكة الحماية. إضافة لهذا أكو جهد كبير مثل ما قلت في بداية حديثي أنه اليوم ضباط ومنتسبي مديرية، نعم، العامة للأحوال المدنية عندهم دوام إضافي لدوامهم وهو في بغداد، يستقبلون المواطنين بدوام مسائي خاص فقط للمشمولين بشبكة الحماية. احنا يعني خصصنا الدوام من الواحدة للسادسة فقط للمشمولين بشبكة الحماية. إذا وزارة الداخلية وبتوجيه السيد معالي وزير الداخلية، نعم، أكد على الاهتمام بإصدار البطاقات وإنجاح مبادرة العراق هويتي. أما بالمحافظات فالدوام يبدي من أول ساعات الصباح الباكر، يعني من الساعة 8 إلى عندنا في الموصل إلى الساعة 10 مساء. نعم، مسائي يستقبلون بالتأكيد صباحي ومسائي يستقبلون المواطنين. يوم حتى أكون موظف يعني. من بعدها الجهة الساندة الأخرى اللي هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم، أكيد. وزارة العمل هي اللي حددت الأسماء والأشخاص المشمولين وزودتنا، نعم، بالقوائم، نعم، وبالتالي متعاونة كذلك بطريقة إيصال التبليغ لهؤلاء المواطنين. نعم، طبعا قبل لا تقول كلمتك الأخيرة، نعم، تضيف عزيز اسم الحملة حقيقة يشد مشاعرنا بالتأكيد ويشد أشياء بداخلنا بأنه احنا فعلا اليوم كمواطن عراقي كمنتسب كموظف كإعلامي إنسان بسيط محتاجين بأنه فعلا يكون العراق هوية إنه، وأنه نكون فعلا قادرين على حمل هذه الهوية وإبراز هويتها الناجحة والمتميزة الثقافية التاريخية الحضارية المنغمسة بعبق التاريخ وتطور الحضارة. اليوم نسعى دائما وأبدا بكافة المراكز كافة الجهات كافة المقاعد بكلمة أو بحرف لإبراز الهوية العراقية بأن تكون فعلا وطنية خالصة، ونتمنى أيضا أن تكون دائما هي هوية العراق اللي متقدمة عن كل انتماءاتنا. وأنا يمكن قبل لا نطلع بالجو سألتك قلت لك أنت تريد هذا الاسم أم ما تريد لقب، قلت لي لا أنا ما أحب الألقاب،
ففعلا العراق هويتنا هو اللقب والوسام الذي لا ينتهي شرفه إلى أبد الآبدين. فشكرا لوجودك في صباح الخير العراق، والكلمة الأخيرة متروكة لك. يعني احنا رسالتنا لكل من يتابع قناة العراقية، هذه الشاشة المعطاء الغراء، رسالتنا للإخوان المشمولين بشبكة الحماية بالتحديد والمواطنين بصورة عامة، أنه يراجعون دوائر البطاقة لإصدار البطاقة الموحدة. مثل ما تدري انتهى العمل بالمستمسكات الورقية، وبالتالي بعد أيام يمكن يطالبون المشمول بشبكة الحماية بالبطاقة الموحدة، ويمكن يضطرون إلى إيقاف راتبة أو ما شابه في بسبب أنه ما مصدر البطاقة الموحدة. إذن هذه رسالة للجميع أنه يراجعون أقسام الرعاية الاجتماعية في بغداد المحافظات لاستلام الاستمارة ومراجعة دوائر الأحوال. شكرا لك، وشكرا لقناة العراقية، وشكرا لك زميلتنا بالإعلام، لأن أنا كذلك إعلامي وأقدم برنامج، فإن شاء الله التوفيق لنا ولكم لخدمة العراق. شكرا لك وشرفتنا في صباح أهلا وسهلا. أنا شرف، الله يحفظك.